السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين بنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم باتم الصحة والعافية واموركم مزيانة يا ربي كريم. الا كنتي اول مرة كتشاهدي القناة كنتمنى انك تنزلي وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش انك توصلي بكل جديد وتكوني من الاوائل اللي غادي تستافدوا من الوصفات ديالنا. غادي نشارك معاكم ان شاء الله اليوم واحد نوع من القبول اللي هو خطير البنات وكيدار في اي وقت في العام، ولكن انا كنصحكم انكم ديروا في هذه الوقيته ديال العام، بغيتكم انكم ديروه لانه خطير البنات. قبول اللي هو شنقول لكم بالرغم من ان مكوناته بسيطه، يعني تقدري ديريه انت راسك، وقدر ان ديروا لك الوالده ديالك، يقدر انك مثلا ديروا لك شي اختك اخرى، ما كاينش مشكل. زياده على ذلك البنات، هذه الوصفه اللي غنعطيكم هي بمثابه واحد الهديه اللي غادي نعطيها لكم واللي غتنفعكم بزاف في حياتكم، واموركم غادي تقاد وغادي تيسر وغادي تسهل عليكم بزاف ديال الاشياء، سواء القبول مع الرجال، سواء في الزواج، الخطبة، علاقة، يعني علاقة حب أو علاقة بين الرجل والمرأة، إذا كانوا كيوقعوا المشاكل، تيسير يعني الأمور بين الزوجين، الخدمة، الدراسة كذلك، بغيتي أنك تكوني مثلا مقبولة، وكل شيء يسمع كلامك، وتكوني مثلا عاطية للعين اللي شاف كيبغيك. ديري هاد الوصفة، ديري هاد القبول هذا بالنية البنات، راه إلا ما خدمتيش النية راه ما تقوليش ليا علاش هاد الوصفة هادي ما خدمتش معايا، ولا علاش هاد القبول هذا ما خدمش معايا. ديري النية، راه النية والله العظيم البنات، إلا النية أبلغ من العمل، عرفتي؟ إلا درتي النية والله العظيم الأمور ديالك تيسروا بإذن الله تعالى، راه هادشي نتوما راه باقي ما كتعرفوا. المهم البنات، هاد الوصفة هاد القبول ديري بعينك مغمضين، لان كلشي على النية كيفما قلت لكم. اول حاجة البنات شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو البنات ثوب، ثوب يكون بيض، اذا ما عندكش ثوب يكون بيض ماشي مشكل، غادي ديري غير هكا منديل، هكا بحال هكا المسيح، هكا منديل او الكلينيكس، وغادي كنحتاجو المهم يكون بيض وما يكونش مخطط البنات، ما تكون فيه حتى شي، يكون خط، يكون سامبل، يكون توب ولا كلينيكس ما فيه لا زواقط لا والو، يكون عادي. كنحتاجو كذلك الحبة، حبة العشق أو كتسمى كذلك بعين العفريت، حبة العشق أو عين العفريت، لأن بطبيعة الحال التسمية كتختلف من دولة حتى لدولة. ها هو البنات كيفاش دهشتو، كيكون حمر وفيه الأسود، هانتوما حبة العشق أو عين العفريت، يعني التسمية اللي قلتي راه مزيانة. كنحتاجو كذلك البنات الحرمل، كنحتاجو الحرمل، وكنحتاجو القنورفل، القنورفل البنات كنحتاجو غير ثلاثة الحبات ديال القنورفل، ثلاثة الحبات ديال القنورفل هما هادو البنات. وكنحتاجو كما قلت لكم البنات هادشي اللي كنحتاجو، حبة العشق أو حبة العشق أو عين العفريت، القنورفل، وهذا والحرمل، هادشي اللي كنحتاجو. اول حاجه البنات كنهزو المنديل، المنديل هو هذا. البنات واحد القضيه نقولها لكم باش نبداو بها هي الاولى هاد الوصفه. اول حاجه كتمشي كتشدي هادشي عند العطار، العطار البنات عنده شروط، اولا خصو يكون شي عطار يكون مروج، يعني تبارك الله ما شاء الله عنده بيعه وشاريه مروجه، مروجه عنده القضيه هو عند من غتشري، اما شي عطار ناعس ما ماشي عندو حد ما هذا ما تشريش عندو، غتشري عند شي عطار اللي مروج عندو القضيه ويكون قبلي، يكون قبلي يعني الشمس كتكون مقابله معاه، الشمس كتكون مقابله معاه والحانوت ديالو كتكون مواليه للقبله، يعني مفتوحه على القبله. هاد القضيه البنات الا كان العطار اللي حداك ما مواليش للقبله ماشي مشكل، ولكن خص القضيه تكون عندهم مروجه، هذا هو الاساس، تكون القضيه مروجه. الا كانوا فيها هاد الشروط بجوج راه مزيانه، ولكن تكون القضيه عندهم مروجه هي الاولى. كتشدي عندو الحبيبات ديالي هاد المكونات هادو غير شويه، كتهزي داك المنديل اللي يكون بيض،
هانتي كديري سبعة الحبات ديال العشق، حبة العشق سبعة بالحساب، وكنهزو شوية ديال الحرمل غير هكا كتهز غير واحد شوية هكا بيديك بحال هكا بصبعانك غير شوية هانتوما متكتروش غير بهاد السبيعات هادو، داكشي اللي هزات لك يديك هانتوما شتو داكشي اللي هزات لك يديك غادي تخويه هنايا، راه كلشي قلت لكم بلا نية. وثلاثة د الحبات ديال القنوفل هادو ضروريين، هادو ثلاثة د الحبات ديال القنوفل حتى هما ضروريين البنات. من بعد الحبيبة ديالي كتهزي هاد المنديل هذا مع هاد اللي فيه هاد المكونات هادو وكتنجميه، كتنجميه اشنو كنعنو كتنجميه، كتنجميه يعني كتقابليه مع السماء او الضوء ديال السماء بالليل من مورا العشاء حتى قبل الفجر، من مورا العشاء حتى قبل الفجر كتنجميه يعني انه يكون قابل مع داك الضوء ديال القمر او ديال النجوم، كان القمر مزيان كانوا النجوم، المهم داك الضوء ديال السماء كيكون قابل معاهم هذا، سواء في السطح سواء في البلكونه سواء في الشرجم انت اللي عجبك، المهم خصو انه يتنجم مدة 3 ايام، 3 ايام البنات ضروري انه يتنجم 3 ايام، كتحطيه من مورا العشاء حتى قبل الفجر كتهزيه وكتخبيه فشي بلاصة، الغد الاخر عاوتاني من مورا العشاء كتحطيه حتى قبل الفجر وكتهزيه لمدة 3 ايام، ضروري البنات الطريقة طبقيها كيف ما قلتها لك. من بعد ملي غادي دوز ديك 3 ايام الحبيبة ديالي كتهزي هاد الخير هذا وهاد البركة هادي، ونتي البنات راه اي حاجه نقولها لكم بغيتي انك يعني ديريها خصك انك تكون النيه ديالك صادقه، وثاني حاجه بقى قولي بسم الله، البسمله البنات راه ضروريه، اي حاجه بقى قولي بسم الله توكلت على الله باش ان الامور تيسر لك. هانتوما من بعد ما كتسدي هذه كتهزي واحد هكا الفيلي ديال الحوايج اللي كيكون هكا هانتوما، وكتحاولي انك ديريه طبيعة الحال بهذا الشكل هذا، كتحاولي انك تقفلي به هاد القبول هذا شتو بهذا الشكل، وانت كتقولي هاد العزيمه هذه حب الزهر يجيني زهري من البر او من البحر، بحبة الزهر ننجح ونربح ويتقاد لي السعد والزهر، غنعاود لكم حب الزهر، حب الزهر البنات شنو كنقصدو به هو هذا، هو هذا البنات راه كتسمى حبة الزهر او حبة العشق او عين العفريت، راه عندها سميات مختلفة، بحبة الزهر يجيني زهري من البر او من البحر، بحبة الزهر ننجح ونربح ويتقاد لي السعد والزهر، كتبقى تعاوديها سبعة ديال الخطرات، سبعة ديال المرات البنات كتبقى تعاوديها، كتبقى تعاوديها سبعة ديال الخطرات. من بعد الحبيبة ديالي غتقولي لي شنو غادي ندير لهاد القبول هذا، هاد القبول الحبيبة ديالي كتهزيه وقت ما خرجتي او وقت ما كنتي مثلا مع الراجل في الدار مثلا دخلتي مخاصمه معاه ما كتهضريش معاه، كتهزي القبول هذا كديريه في السوتيان ديالك ولا في الكريسي ديالك او السليب ديالك، كديريه بشي بلاصه اللي كتكون طبيعه الحال مغطيه، كتبقى ديريه وكتسناه ان الامور ديالك انها تتقاد، راه اليوم غيتحرق قلبو عليه يبقى تحركو المشاعر بشويه بشويه، راه هو بطبيعه الحال راه الرجاله كيفاش دايرين البنات، الرجاله راه من النوع اللي كيتحمل، الرجاله من النوع اللي ما كيرضاش ما كيبغيش انه يبين الضعف ديالو، ماشي بحالنا حنا العيالات، حنا العيالات دغيا كيبقى فينا الحال وكنوخا كنبينو راسنا قويات وما عرف شنو، دغيا كنبكي ودغيا كنتاثروا دغيا كنبغوا اننا نخرجوا داكشي اللي في قلوبنا، او الرجاله هما راه ماشي العكس، الرجاله راه العكس، انا هادشي كنقوله بالنسبه للناس اللي من النيه ديالهم انها تصالح مع راجلها ولا من النيه ديالها انها دير القبول مع راجلها او مع حبيبها، فكوني قويه الحبيبه ديالي وديري هادشي بعينك ومغمضي. واحد القضيه اللي بغيت غنشير ليها ان شاء الله راه دابا غادي نحط لكم الوصفات ديال العيد ان شاء الله، وغادي نقول لكم المكونات اللي غادي تحتاجوا باش انكم توجدوا على تسع ان شاء الله، فما تنساوش انكم تتبعوا القناه وراني غتعطيني هاني كنديرها غير باش انني
الوجه لكم الفيديوهات ديال العيد ان شاء الله باذن الله تعالى، وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.